طب أعظم انتصاراتك، أعظم انتصار انتصرتيه؟ جاي. مفيش ولا انتصار عظيم؟ لسه جاي، ما أنا شغال عليه. أيوة، عشان أنا ده جاي بإذن الله، ده جاي جاي. هو جاي يعني هيجي، لما هيجي هقولك. مفيش ولا انتصار. هندخل حتة كده، بصي في الانستجرام نزل أنا وإنتي. مش دلوقتي مقتنعة بولا حاجة عملتيها إنها انتصار؟ لا، بيبي ستيبس. كلها بيبي ستيبس؟ بيبي ستيبس. الانتصار لسه جاي، لسه في الطريق. لا لسه، بصي محضرة لك قنبلة. بصي، أنا شايفة فعلاً إنه ربنا فعلاً يعني is blessing me a lot. فنفسي فعلاً اللي أنا أوصل له هو it's ممكن يبقى حاجة كبيرة اللي أنا عايزة، اللي بحلم بيها، بس هفكرك هقولك إيه هي لما هتحصل. بس أنا فعلاً عندي حاجة كده كتباها في الجورنال بتاعي، اللي هو ده بالنسبة لي هيبقى انتصار لبسمة على كل حاجة عدت منها، على الشخص اللي أنا ما كنتش ببص عليها في المراية وأقول لها أنت كويسة ولا لأ، اللي أنا أهملتها. عندي حاجة معينة بجد، بس مش عارفة أقولها لك، عشان نفسي إنها تتحقق. هتتحقق بإذن الله. هوعدك إن أنا هقولها لك. هتتحقق يعني هكلمك وهقولها لك، ومهما كنت بتعملي اي برنامج لازم تعملي بوست تقولي ده الانتصار. هقول انها حصلت، ان انا عرفت الانتصار وانه حصل. وهدعي لك انه يحصل باذن الله. بس اتس سمثينج ما اعرفش، مش هتقدر تيجي حتى في دماغك. سمثينج سو بيج، ام دريمينج اباوت سمثينج، مش هتيجي في دماغ حد. امين. بس حاسه انها تحصل. امين.